كي جيت هنايا المغرب قالوا لي بلي بلال مشهور بزاف وانا ما كنتش عن بالي. بزاف ما كنتش عن بالي ما نعرفش انا بصح قالوا لي بلي بلال دونك عنده شهره بزاف بزاف هنايا اي جي في وشفت ناس كاع يهضروا كي نقول لهم ديري يقول لك يهضروا لك على خالد وعلى بلال. سا سي كليغ وقالوا لي بلي بلال يقدر يدير ان كونسير يمشيو له 200,000 واحد وهذه وهذه. لا يجوا ما شاء الله. عندي دو كيستيون الاولى سي من وقتاش بدات هذه الشهره اسكو اون ميم طون كو في الجزائر و لا دوزيام كيفاش تقدر تفسر هاد باسكو حنا نشوفو هنايا ميم وكان بلال مشهور في الجزائر بيان سور الناس تحبو كلش بصح جي لابريسيون بلي هنايا سي كثر كثر و سي ديفيرون بزاف ما عمباليش اسكو انت تحسها هكا. شوفي كاين كاين جوج تاع لي كاركتر كاين مغاربه وتزيريين حنا كيف كيف حنا عرب كلشي مي حنا تزيريين حنا الناس تاع كورها ما على باليش به كاع تزيري كان زعما ما عندهاش دورو بات برا باش يجي عندك يقول لك هو يبغيك يموت عليك ولكن ما يرضاش. انا كنت في الجزائر كنت في شيراتون ما كنتش ما عنديش بزاف كنت في شيراتون في الجزائر كنت مع واحد من جوشين تاعي جا واحدين تصور معايا طاف يقول لي هذه الخويا ما يرضاش يقول لي يجي واحد اخر كبير يقول لي هذه تعرف عندي جارتي تموت عليك احنا هكا احنا انا تاني نديرها انا مش نروح نقول لواحد نجي نقول له ندير معك تصويره جاري يبغيك سا فو با دير بلي هنا عندي شعبيه في الجزائر ما عنديش تسجيل تاني ندير 200,000 ندير لا مش مي احنا ما نبينوش ما يعبروش بحال ربما بحال المغاربه لا المغاربه يعبر يعبروا وكثره كثره انا خاش كي كنت كي بديت كنت بارمي لي برومي اللي كان يبرح بالمغرب وانا علاه باسكو كنت نخدم في واحد المحل كانوا فيه مغاربه معايا كانوا واحد مكناش واحد اسماعيل واحد هذا منا وكنت نبرح بهم مغاربه سمعوا جزائري يبرح ب برج مولاي عمر نبرح ب كان بالمدينه الصغار وكل شيء يقولوا فرحوا بهذا جاتهم كيوزيتي قالوا كيف هذا يبرح ومتما كلهم يسمعوني وهذا وزيدوا الغبينه والضيق والهم وكل شيء ثاني يدير بزاف صوالح ثاني واحد كيكون مهموم وكل شيء يجي وانا غنيت بزاف على الغربه وكل شيء وكي شفت الغناء تاع الغربه بان في البلاد بان في في, في المغرب فهمت حاجه باللي كاين حاجه كي فيها شويه اللوش باسكو ما تجبش شي اغنيه انا غنيت الغربه والهم غنيتها ملي كنت في فرنسا الغربه والهم وكل يوم بيستوار كبرنا وشبنا ومازال صغار ما درنا والو مي انا نهضر على اصحاب الغربه كي شفت تاع البلاد ولا يبغوها اما اللي عرفت باللي حنا رانا عايشين في الغربه بلادنا فوالا تسمى كاينه حاجه كيفا با كاينه حاجه